إذن مشاهدينا الكرام، بشأن قانون معاقبة فاق زيدان في الكونغرس الأمريكي وتداعيات ذلك، معنا عبر سكايب من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل حساني. مرحبا بكم أستاذ كامل. مرحبا بك يا سالم. أستاذ كامل تسمعني؟ نعم سمعك واضح. حياكم الله. إذن السناتور الأمريكي مايك وولتز وصف فاق زيدان بأنه متورط بمؤامرة إيرانية لتحويل العراق إلى دولة عميلة، ما الذي جعل هذا السناتور الأمريكي يتهم فاق زيدان برأيك؟ يعني لم يأتي بجديد هذا السناتور، ولا كل الحديث الجاري في بعض المؤسسات الأمريكية. الكل يعلم من 2010 أنه فاق زيدان هو ذراع إيران في القضاء ومكنوه من السيطرة على القضاء، إلى أن أصبح الأمر واضح. هو الآن يتحدث بأنه مدعوم من إيران وقريب من القيادات الإيرانية، ويعتبر نفسه جسر بين المؤسسات العراقية وبين المؤسسات والقيادات الإيرانية بحديث متلفز، كما أنه دائما يذكر القيادات الإيرانية وأفضالهم عليه فيما يتعلق بالرد على كل الانتقادات ضد القضاء والأخطاء والمخالفات والانحرافات. والأمر أصبح واضح عندما أعلن بأنه الرئيس الإيراني رئيسي اعتبره قرينة، وهو في مركب واحد، ودائما يتحدث عنه باعتباره انه سند الى في العراق وتابع الى ولايه الفقيه، وسيبقى هكذا يدافع عن مصالح ايران حتى لو تتعارض مع مصالح العراق. الامر واضح، القيادات العراقيه سواء النيابيه الحكوميه ايضا استسلمت لهذا الواقع، وتعتبر زيدان الذراع الرسمي لإيران بالإضافة إلى ذراعها المسلح اللي هي الميليشيات في اللي سيطرت على مقدرات العراق. يعني البعض يقول بأنه تصريحات هذا السيناتور خصوصا بهذا الجانب، جانب القضاء والعدالة واتهام العراق بأنه تابع لإيران، يعد أصلا تدخلا في الشأن العراقي، ولهذا يعني تدخلت ودافعت حكومة السوداني عن فاق زيدان، وهو يقال أنه مقبول. ما رأيكم هذا الدفاع؟ يعني هذا مفارقة، أنه القضاء العراقي يفترض مستقل حتى عن السلطات الوطنية الأخرى سواء كانت النيابية أو الحكومية، هذا ما نص عليه الدستور والقوانين وقانون التنظيم القضائي وقانون مجلس القضاء. أما أنه زيدان نفسه يعلن بأنه هو ضامن للنظام وهو يتدخل في مواضيع تتعلق بالتنصيب والانتخابات والقيادات ووجهات نظره يجب أن تقدر ومحترمة في كل المسائل سواء كانت سياسية اقتصادية اجتماعية. أصبح الأمر واضح أنه زيدان هو أكثر من إمبراطور، ولهذا مثلا أعلن في إحدى المرات بأنه أكثر من مرة عرضت عليه برئاسة الحكومة لكنه رفض، يعرف لأنه القضاء هو المسيطر على بقية السلطات. أما أن يتدخل جانب أمريكي أو إيراني فهذا عار على القضاء. إذا القضاء مستقل من السلطة النيابية والحكومية وبقية السلطات، كيف لزيدان أو الأمريكان أو الإيرانيين أن يتدخلوا بشأن قضائي عراقي يفترض أن يكون مستقل وفقا للدستور ونصوص القانون؟ حتى الميليشيات، يعني هل يمكن تفسير استماتة زعماء الميليشيات في العراق في الدفاع عن فاق زيدان بما ذهب إليه السناتور الأمريكي؟ نعم، الميليشيات واضحة، يعني وهذا كل العراقيين والرأي العام و دول الإقليم يعني جربت أيام الأزمة بعد الانتخابات أنه الميليشيات هي التي دافعت عن زيدان عندما شعرت بأنه هنالك اتفاق على
ازالته او التاثير ببقائه بالمنصب بالاتفاق مع الصدريين والاكراد، ورفعوا صورته باعلامهم مع شعار الحشد، وطبعا صوره السيد السيستاني المسكين استخدموه لانه لا يرى ولا يسمع ولا يقرا ولا يتكلم. ايضا سيناتور مايكل وولز، المثير في هذا الامر انه قرر ان يلغي هذا المشروع ضد فاق زيدان الذي تقدم به الى الكونغرس الامريكي، طبعا بحجه انه هناك نائب اخر قدم مشروعا اخر للكونغرس وقد وافق عليه الكونغرس، يقضي بايقاف المساعدات الامريكيه الماليه وتضييقها على حكومه السوداني في العراق. كيف ترى إلغاء السيناتور الأمريكي لذلك؟ وفي المقابل أيضا، ما تداعيات هذا القانون لو مرر فعلا أو نفذ، لنقل تداعياته اقتصاديا على مستوى العلاقات الأمريكية للحكومات الحالية في العراق؟ يعني إذا تتحدث عن الموضوع الاقتصادي، الأمريكان هم محتاجين العراق، العراق ليسوا بحاجة إلى الأمريكان، لأنه المساعدات الأمريكية يعني من انسحاب الأمريكان لحد الآن محدودة، هامشية وغير فاعلة لمجرد إبقاء العلاقة مع الحكومة. الأمريكان هم محتاجين لعدد من الأسباب لا أريد أن نطيل بها، معروفة هذه. العراق مصدر للنفط، والنفط يباع بالدولار، والدولار معلق على أسعار الطاقة، هذه معروفة، بالإضافة إلى أجندات الأمريكان ما يخص العراق المسائل الأمنية والمسائل الأخرى المتعلقة بالمنطقة. ولكن الأهم أنه هل سيستمر استهداف زيدان سواء بهذا القانون أو بغيره؟ أقول نعم، هنالك حديث جدي في الدوائر الأمريكية وحتى الدوائر الإيرانية والعربية، وقسم من الإطار التنسيقي عنده علم أنه يجب أن يحدث تغيير، لأنه هذه المرة الثانية يتم استهداف زيدان. قبل 18 شهر تم إدراج اسمه وتقدم حتى على المالكي بكونه مؤهل لأن يكون ضمن قائمة المعاقبين، وأجل الموضوع وألغيت حتى زيارته عندما أصبحت مشكلة بين البيت الأبيض ووزارة العدل ووزارة الخارجية، كيف دعيتم هذا الرجل المتهم بالفساد والإرهاب؟ وألغيت الزيارة بشكل واضح. والآن هنالك حديث قوي، لأنه لا نتخيل إذا فاز ترامب بالرئاسة، لا نتخيل أنه سفير ترامب في بغداد يستطيع أن يلتقي أو يتعامل مع فائق زيدان، وهذا الأمر سيصبح جدي، وعلى زيدان أن يتهيأ للمغادرة، وكل الدوائر الوطنية في العراق وبعض الدوائر الإيرانية تعرف هذه الحقيقة. وأعتقد أنه زيدان يعني إذا لم يكن في السنة الجاية يغادر، فربما قبل نهاية السنة يعني يغادر المشهد. وأستغل هذه المناسبة لأن أدعو القوى الوطنية أن تصر على بقاء للمحاسبته، وأن لا يذهب مثلما ذهب المحمود وجاءنا من هو أسوأ من عنده. لأنه إذا ذهب فاق زيدان بعفو واختفى، سيأتي من هو أسوأ من زيدان، وسنتندم على أيام زيدان مثل ما تندمنا على أيام المحمود. إذن من واشنطن، رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل حسني، شكرا جزيلا لك.